وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تشريع للانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة مع الولايات المتحدة. وأمر بوتين العام الماضي بإطلاق الإجراءات القانونية الخاصة بانسحاب البلاد من الاتفاقية بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن انسحابها من الاتفاقية من جانب واحد. لمزيد من التعليق حول هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا من سان بطرسبرغ الدكتور مسلم شعيتو مدير مركز الحوار العربي الروسي. دكتور مسلم مساء الخير، أهلا وسهلا بك في هذه الجولة الإخبارية على إكسترا نيوز. قبل شهرين من ترك منصبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن أو الإدارة الأمريكية السابقة أعلنت رسميا أنها خرجت من اتفاقية السماوات المفتوحة بينها وبين روسيا. هل يمكن أن نفهم من القرار الروسي الأخير من أنه يأتي نكاية في الولايات المتحدة أم له ما يبرره؟ مساء الخير، أهلا وسهلا إليك ولا مشاهدينك. يعني هذا القرار أو بالأحرى هذا الإجراء الروسي أصبح واجبا وهو بشكل آلي، حيث أن هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا على الأجواء المفتوحة. انسحبت الولايات المتحدة، لم يبقى أي طرف آخر، ولذلك كان لابد لروسيا أن تلغي هذه الاتفاقية بحكم كونها أصبحت ملغية عمليا. ما الذي يترتب عليه إلغاء هذه الاتفاقية بين الدولتين؟ نعم، سيترتب عليها الكثير من الأخطار على الأمن العالمي والسلام العالمي. سيترتب عليها ما تسعى إليه الولايات المتحدة وما هدفت من وراء الخروج من ذلك، وهي أنها يبدو تحاول استعداد للدخول بسباق تسلح. نعم. ترى أن الأجواء المفتوحة قد تعيقه وقد تمنعه، وبذلك لجأت إلى هذا الأسلوب. أيضا أسلوب ضغط على روسيا، برأيها أن روسيا عادت إلى الساحة الدولية، لم يعد أمام الولايات المتحدة وسائل للضغط استعملتها جميعا، ضغط الاقتصادي الإعلامي السياسي، تحاول عبر الخروج من الاتفاقات التي تضبط العلاقات بين الدولتين وتحد من ذهاب نحو صراع سباق تسلح. صحيح. لا ترغبه روسيا. هذه هي الاتفاقية الثانية التي تخرج منها الولايات المتحدة وروسيا في المجال العسكري بعد اتفاقية الصواريخ المتوسطة وطويلة المدى. هل يمكن أن تتأثر الدول الغربية حلف الناتو بخروج الدولتين من هاتين الاتفاقيتين؟ في روسيا ليس هناك فصل ما بين الولايات المتحدة وحلف الناتو. حلف الناتو هو بقيادة الولايات المتحدة. صحيح. وهي تتزعمها وهي أهم قوة موجودة في كل الدول الأوروبية. إذا هذه الاتفاقية تعني الناتو كما تعني الولايات المتحدة. نعم، سينعكس سلبا على أوروبا لأن الساحة الأساسية لأي صراع محتمل هو الساحة الأوروبية، وبالتالي المتضرر الأساسي هي أوروبا، إن كانت روسيا أو إن كانت أوروبا الغربية والشرقية. هناك اجتماع مزمع يا دكتور مسلم بين الزعيمين، بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي، سوف يعقد هذا الشهر في سويسرا. هل يمكن أن تكون هذه الاتفاقيات أو اتفاقيات جديدة ربما مطروحة على طاولة المفاوضات؟ حكما الاجتماع سيتطرق إلى كل المسائل، وخاصة وقف سباق التسلح ووقف التصعيد نحو انهيار الأمن العالمي. هذا ما تحاول روسيا أن تطرحه مجددا على طاولة المفاوضات مع الرئيس بايدن. الرئيس بايدن منذ يومين تقريبا نشر مقالا في واشنطن بوست ذكر فيه أن هناك أن التحالف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو تحالف وثيق، سواء بين الاتحاد ككتلة أو بين الولايات المتحدة وحلف الناتو. هل ذلك يمكن أن يؤثر على سياسة روسيا تجاه حلف الناتو، سياسة روسيا تجاه عدد من الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي في المجمل؟ كما قلت سابقا، روسيا لا تميز بين الولايات المتحدة والناتو، فهي تعتقد ونحن نؤمن أن الولايات المتحدة هي الناتو، والدول الغربية لا قرار لها مستقل خاصة في مسألة الأمن، لأن التواجد الناتو يعني تواجد القوات الأمريكية هو على كل الأراضي حلف الناتو، من ألمانيا وسيناء إلى بولونيا وبلغاريا وما إلى ذلك، حتى في تركيا.
إذا هذا هو تحالف بكرة الولايات المتحدة يتبع لها مباشرة، وإذا أي اتفاق هو يجب أن يبدأ مع الولايات المتحدة وممكن أن ينفذ على الساحات الأخرى وليس العكس. الدكتور مسلم شعيتو مدير مركز الحوار العربية الروسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من سان بطرسبرغ، شكرا جزيلا.